السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ النهاردة هناخد مع بعض مادة الرياضيات. هناخد في مادة الرياضيات ايه؟ أول حاجة الفصل الثالث، تقدير وتقريب الأعداد. تعالوا كده مع بعض يا سنة تانية نشوف أول حاجة احنا بنتكلم عليها كل يوم هي ايه؟ هي ركن الرياضيات. هي ركن ايه؟ الرياضيات. معانا مخطط 120، واحنا عارفين ايه هو مخطط 120 دوت. ايه مخطط؟ بيجيب لي الأعداد من أول ايه؟ واحد لحد ايه؟ 120. وكل يوم بنضع دائرة حول اليوم ايه؟ اللي احنا جينا فيه المدرسة. ومعانا النهاردة اليوم الايه؟ اليوم الخمسة وثمانون. تمام، يلا بينا نشوف معانا في ركن الرياضيات ايه تاني. معانا الساعة. الساعة واحنا عارفين ان الساعة ديت ايه؟ احنا كل يوم بنشوف الساعة كام. معانا الساعة النهاردة الساعة العاشرة بالضبط. الساعة العاشرة بالضبط. ومعانا كمان النتيجة اللي مكتوب فيها ايام الاسبوع. وعارفين يا سنة تانية ان الاسبوع سبعة ايام. النهاردة يوم الايه يا سنة تانية؟ برافو عليكم، النهاردة يوم الاحد. النهاردة يوم ايه؟ الاحد. وكمان معانا النتيجة اللي فيها ايه؟ شهور السنة. واحنا عارفين ان السنة فيها شهور هجرية وشهور ميلادية. معانا النهاردة في الشهور الميلادية احنا في يوم ايه؟ 20 من شهر ايه يا سنة تانية؟ من شهر ايه؟ مارس. برافو عليكم يا سنة تانية. تمام، يلا بينا بعد كده نشوف ايه خانة الخمس خانات. في الخمس خانات دوت هناخد ايه؟ هنشوف احنا النهاردة جينا كام يوم، وطبعا هنضع ايه دائرة في اليوم اللي احنا جينا فيه. تمام، وطبعا معانا حاويات الاعداد. احنا عارفين ان حاويات الاعداد الاحاد والعشرات والمئات. واحنا جينا ايه في اليوم الخامس والثمانون، هنحط طبعا ايه خمس وحدات في خانة الاحاد وثمان وحدات ايه في خانة الايه العشرات. تمام، طيب يلا بينا كده مع بعض يا سنة تانية نكمل. معانا النهاردة في الدرس بتاعنا التقدير. معانا ايه التقدير؟ يعني ايه التقدير يا سنة تانية؟ التقدير يعني انا بقدر العدد. بقدره ازاي؟ بقدر العدد حسب القيمة المكانية بتاعته، حسب القيمة الايه المكانية. انا بشوف مكان العدد الكبير موجود فين، وابدأ ان انا ايه اقدره بقيمته الرقمية او القيمة العددية. طيب تعالى كده نبص معانا في الأسئلة بتاعتي. بيقول لي قدر ناتج، عطيني 23 زائد 37. تمام، أنا عايزة أقدر العدد 23. أول حاجة أنا هبص على خانة أكبر عدد عندي، وهي خانة العشرات. العشرات فيها عدد إيه؟ اثنان. الاثنان دوت في خانة العشرات قيمته الرقمية أو قيمته العددية بتساوي كام؟ برافو يا سنة تانية، بتساوي 20. طيب زائد، علامة الزائد هتنزل زي ما هي. هنشوف العدد التاني. العدد التاني معايا 37. 3 ديت في خانة العشرات، يعني قيمتها العددية أو الرقمية 30. طيب هنا هنعمل ايه؟ هنبدأ نجمع. 20 زائد 30 هيساوي 50. يبقى أنا كده عملت ايه؟ عملت تقدير للعدد اللي قدامي. قدرت العدد 23 ب20، وقدرت العدد 37 ب30، وبعد كده عملت ايه؟ جمعت العددين مع بعض. تمام؟ طيب يلا بينا نشوف المثال التاني معايا. ومعانا العدد التاني اللي بيقول لي 54 زائد 33. برضه هنا بنعمل ايه سنة تانية؟ ببص على الخانة الكبيرة اللي عندي، اللي هي خانة العشرات اللي موجود فيها رقم 5، وبقدر الخمسة بقيمتها العددية بكام؟ ب50. عندي العدد اللي بعديه اللي هو 33، نفس الكلام، ببص على أكبر خانة اللي عندي اللي هي خانة العشرات، وبقدرها بقيمتها العددية، يبقى 3 في العشرات ب30، ونجمع الرقمين على بعض، يبقى 50 زائد 30 هيساوي 80. تعالوا نبص على العدد اللي بعده. بيقول لي 782 ناقص 257. نفس الكلام برضو، هنروح على أكبر خانة اللي هي عندي هنا في العدد الأولاني، إيه؟ خانة المئات. فيها كام خانة المئات عندي؟ 7. هقدرها بقيمتها العددية، تطلع عندي بكام؟ ب700. طيب العدد الثاني عندي أكبر خانة في اللي هي خانة المئات، فيها الرقم 2، وهقدره بقيمته العددية يطلع 200. طيب يبقى ناخد 700
أنقص منها المئتين يطلع عندي العدد كام؟ 500. طيب تعال بص معايا كده، كنا بنتكلم على التقدير، دلوقتي عندنا حاجة جديدة اسمها التقريب. طيب التقريب ده معناه ايه؟ ان انا بيبقى عندي اعداد وعايزة اقربها. يعني تعال بص كده معايا، لو انا بصيت الاول عندي بقول لك في اعداد عندك بقول لك قرب لاقرب عشرة. لو انا عندي عدد زي ال 15 اللي قدامي ده، انا بيقول لي المثال عندي بيقول لي قرب لاقرب 10. طب انا سنه تانية هقربه لاقرب 10 ازاي؟ هروح احط ايدي على خانه العشرات. خانه العشرات موجود فيها عندي كام؟ ها واحد، هو العدد عندي كامل 15. طب انا لو رحت العدد اللي هو الرقم اللي موجود في خانه العشرات عندي كام؟ واحد. طيب هو انا اعرف اقرب العدد واحد ده لكام؟ هبص على العدد اللي قبليه على طول اللي هي الخمسة، وهسأل الخمسة هو انت تقدري تدي الواحد عدد؟ هبص فوق عندي انا مديلك مربعين، في اعداد عندي بخيلة وفي اعداد عندي الاعداد الكريمة. لو العدد اللي قبل خانة العشرات من الاعداد البخيلة يبقى مش هيزود الواحد حاجة. طب ايه هي الاعداد البخيلة؟ الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والاربعة. طب الأعداد الكريمة عندي إيه هي؟ الخمسة والستة والسبعة والتمانية والتسعة. طب ليه هي بنسموها أعداد كريمة؟ لأنها بتضيف على العدد اللي أنا عايزة أقرب. تعال نبص للمثال هنا، عندنا بيقول لي 15، أنا أقربها إزاي يا سنة؟ زي سنة ثانية. طيب أنا عندي الواحد هنا، هبص على العدد اللي قبله بالظبط، هقربه. هقربه لكام؟ ابص على الخمسة، يا خمسة هو انت تدي للواحد حاجة او تضيفي له حاجة؟ قالت اصلا انا من الاعداد الكريمة حدي الواحد واحد يبقوا اتنين، وهحفظ خانة الاحاد بصفر. ملاحظ هنا يا سنة تانية ان انا مش حطلك علامة اليساوي، لان ما ينفعش اقول ان الخمستاشر بتساوي عشرين، لا ده اسمها دي ايه؟ علامة التقريب. علامة ايه؟ التقريب. طب تعالى بص على العدد اللي بعدي، 33، ها هو بيقول لي قرب لأقرب ايه؟ 10. هروح اقف هنا على خانة العشرات واسأل العدد اللي قبليها، انت كريم ولا بخيل؟ قال لي لا انا 3 من الاعداد البخيلة، يعني انت مش هتدي 3 في العشرات حاجة؟ قال لي لا، يبقى 3 هتنزل زي ما هي في العشرات، وهحفظ خانة الاحاد بايه؟ بصفر، يطلع العدد عندي 30. نفس الكلام عندي العدد اللي عندي هنا 50، هو بيقول لي قرب لأقرب 10، هروح أقف على خانة العشرات لقيتها 5، أسأل العدد اللي قبليها على طول، هو أنت كريم ولا بخيل؟ قال لي لا أنا صفر من الأعداد البخيلة، يعني مش هتضيف لي الخمسة حاجة؟ قال لي لا أنا عدد بخيل، ما بضيفش أي حاجة للعدد اللي بعدي. طيب يبقى هتطلع قيمتها بكام؟ 50 زي ما هي. طيب تعالى كده بقى نشوف مع بعض يا سنة تانية بقية التدريبات بتاعتي. بيقول لي قرب الأعداد الآتية لأقرب عشرة. زي ما احنا عارفين احنا عشان نقرب العدد لأقرب عشرة ببص على ايه؟ ببص على الخانة اللي قبل خانة العشرات، وبشوف العدد اللي فيها وبسأله هل انت من الأعداد البخيلة ولا من الأعداد الكريمة، وابدأ ان انا ايه؟ لو عدد كريم هيزود لي واحد على خانة العشرات، وهحجز خانة الأحد بصفر. طب لو عدد بخيل مش هيزود حاجة، وهتفضل خانة العشرات زي ما هي، وبرضو خانة الأحد هحط فيها الصفر. طيب بيقول لي في المسألة اللي معايا 58 + 24 تقريبا. طبعا احنا عارفين ان دي علامة التقريب، يعني هبدأ اقرب العدد 58. طيب العشرات فيها 5 والأحد فيها 8، انا هسأل خانة الأحد الثمانية هتزود لي ولا مش هتزود لي؟ الثمانية دي عدد كريم، يعني هتدي للخمسة واحد، يعني الخمسة هتبقى 6. برافو، وهحط في خانة الأحاد 0. خلاص تمام، يلا بينا علامة الزائد زي ما هي. 24 عايزة أقربها، هبص لخانة الأحاد، الأحاد عندي 4، الأربعة ده عدد بخيل مش هيزود لي حاجة، يبقى الاثنين في خانة العشرات هتنزل زي ما هي، وهحط صفر في خانة الأحاد، وهبدأ أجمع 20 +
ستون بتساوي سبعون. طبعا زي ما احنا عارفين ان الجمع عملية ابدالية، ستون زائد عشرون هي عشرون زائد ستون. تمام، يلا بينا نشوف المسألة اللي بعد كده. بيقول لي 54 ناقص 39 تقريبا، يعني هو عايزني اعمل ايه؟ اقرب الناتج. هقرب ال 54 لاقرب 10. الاربعة عدد بخيل مش هيديني حاجة، يعني الخمسة هتنزل زي ما هي في خانة العشرات، وهنحط في خانة الأحاد صفر. علامة الناقص هو حاططها. يلا بينا، التسعة وثلاثون، التسعة ده عدد كريم هيزود لي على الثلاثة واحد، فالثلاثة هتبقى أربعة في خانة العشرات، وخانة الأحاد هحط فيها صفر. لما أبدأ أطرح خمسون ناقص أربعون، خمسون هشيل منها أربعون هيتبقى لي عشرة. برافو عليكم يا سنة تانية. بعد كده بقى بيقول لي قرب لأقرب مئة. يعني إيه الأقرب مئة؟ يعني أنا هبص لخانة المئات وأشوف خانة العشرات اللي قبلها على طول هي من الأعداد الكريمة ولا من الأعداد البخيلة، وأبدأ إيه؟ إن أنا لو عدد كريم هزود واحد، بس هزوده على خانة الإيه؟ المئات. هزوده على خانة الإيه؟ المئات، لأن هو بيقول لي قرب لأقرب مئة. طب يا ميس خانة الأحد والعشرات، هحط صفر في خانة الأحاد وصفر في خانة العشرات. طيب لو العدد اللي عندي عدد بخيل، يبقى خانة المئات هتنزل زي ما هي، وهحط صفر برضو في خانة الأحاد وصفر في خانة العشرات. طب تعال نشوف كده من خلال الايه التمارين بتاعتي. أول عدد بيقول لي ها 370 تقريبا، هو عايزني أقربها لأقرب 100. فين خانة المئات يا سنة تانية؟ برافو عليكو، فيها العدد 3. طيب مين اللي قبل الثلاثة؟ 7. السبعة دي في خانة العشرات. طب أنا هسألها يا 7، هو أنت كريمة ولا بخيلة؟ هتقولي أنا كريمة، هديلك واحد هتحطيه في خانة المئات. كده عندي كام في المئات؟ عندي 4. طب وخانة العشرات؟ هحط فيها صفر، وخانة الأحاد هحط فيها كمان ايه؟ صفر. يبقى كده 370 تقريبا 400. يبقى انا لما قربت يا سنة تانية ال 370 قربتها الى العدد 400. برافو عليكم يا سنة تانية. يلا بينا نشوف المسألة اللي بعد كده. بيقول لي 793 تقريبا. اول حاجة هو عايز يقرب لأقرب ايه؟ لأقرب 100. يعني انا هبص للعدد عدد اللي قبل خانة المئات اللي هو خانة العشرات، اشوفه كريم ولا بخيل، اشوفه هيديني واحد ولا مش هيديني. انا عندي العدد 9 من الاعداد الكريمة اللي طبعا هتقدر ان هي تديني واحد، فبالتالي هيبقى عندي 700 دي هتبقى 800. 700 دي هتبقى ايه؟ 800. تمام. طيب ها يبقى كده بقى 793 اصبحت عندي ايه؟ 800. خلاص. طيب ده بعد التقريب طبعا. بعد كده بيقول لي ها 615 تقريبا. انا زي ما اتفقت اول حاجة انا عايزة اقرب لاقرب 100، هبص على خانة المئات واشوف مين العدد اللي قاعد في الخانة اللي قبلها. اوعى تتلخبط وتبص على خانة الاحاد، لا انا ببص على خانة العشرات، عشان هو اللي هيشوف اذا كان عدد كريم ولا بخيل، هيزودني ولا مش هيزودني. طبعا لقيته العدد واحد، والعدد عدد واحد ده من الاعداد البخيلة اللي مش هتزودني حاجة، يبقى 600 هتبقى زي ما هي في خانة المئات 6، وفي خانة الاحاد 0، وفي خانة العشرات 0. يبقى 615 لما هاجي اقربها تقريبا هتبقى ايه؟ هتبقى 600. طيب 204، 204 تقريبا انا بقربها يا سنة تانية الاقرب 100. الاقرب ايه يا سنة تانية؟ 100. شاطرين. ها 204، ال200 في خانة المئات فيها اثنان. ها طيب هبص للخانة اللي قبلها على طول، فيها العدد صفر، والعدد صفر ده عدد بخيل مش هيزودني حاجة، يبقى الاثنان في خانة المئات هتبقى زي ما هي، وهحط صفر في الاحاد وصفر في العشرات، يعني 204 تقريبا هيساوي ايه؟ هيديني ايه؟ 200. يبقى تقريبا 200. طيب يلا بينا نكمل مع بعض. بيقول لي قرب الاعداد الاتية لاقرب 100، زي ما احنا لسه قايلين يا سنة تانية. يلا نشوف ايه الاعداد بقى اللي قدامي. عندي 370 زائد 120
تقريبا هيديني كام زائد كام هيديني كام. انا هبدا اقرب ايه عدد عدد 370. انا عايزه اقرب لاقرب 100. هبص للخانه اللي قبل ال100 وهي خانه العشرات، السبعه عدد كريم، فهيبقى عندي الثلاثه هتبقى اربعه، وطبعا اربعه في خانه المئات يعني كام؟ يعني 400 زائد طبعا زي ما هي المئة وعشرون. لما اجي اقربها اقرب ايه لاقرب مئة، عندي خانة الايه المئات فيها واحد، وخانة العشرات فيها اثنان، الاثنان ده عدد بخيل مش هيزود لي حاجة، يبقى الايه الواحد في خانة المئات هينزل زي ما هو، واحد في خانة المئات يعني مئة. هبدأ اجمع الاربعمائة زائد المئة هيساوي كام؟ خمسمائة، يعني 370 زائد 120 تقريبا هتبقى كام؟ 400 زائد 100 هيساوي 500. يلا نشوف المسألة اللي بعد كده. بعد كده بيقول لي 453 ناقص 126. ها هو عايز يعمل ايه؟ عايز يطرح العدد ده من العدد ده، بس الاول هنعمل ايه؟ هنقرب الاعداد عشان ايه؟ نسهل المسألة على نفسنا بالتقريب. ها 453 لما هنقربها، شاطرين يا سنة تانية، الخمسة اللي في خانة العشرات ده عدد كريم، هيزود لي على الاربعة واحد، هيبقى كام؟ خمسة في خانة المئات يعني 500 ناقص كام؟ ها 126. الايه الاثنان في خانة العشرات ده عدد بخيل، مش هيزود لي حاجة على الواحد اللي في خانة المئات، فالواحد اللي في خانة المئات هيبقى زي ما هو، واحد في خانة المئات يعني 100. بقى عندي بعد التقريب 500 ناقص 100 هيساوي 400. برافو عليكم يا سنة تانية. يبقى كده انا ايه؟ انا قربت الاعداد لاقرب 100 وايه وطلعت الناتج بتاعي بعد التقريب. يلا بينا نشوف المسألة اللي بعد كده. برضو يا سنة تانية دي مسألة جمع، عايز يحلها بالتقريب، بس بدل ما كانت بالطريقة الافقية هو عملها لي بالطريقة الرأسية. هبدأ برضو بكل بساطة هقرب العدد واكتبه، وقرب العدد التاني واكتبه، وبعد كده اجمع بعد التقريب. 545 انا عايزة اقربها لاقرب 100. نركز كويس قوي عشان ممكن يقول لي الاقرب 10 او الاقرب 100، يبقى انا فاهم انا بعمل ايه. طالما قال لي الاقرب 100 يبقى انا هبص على خانة العشرات هتديني واحد ولا مش هتديني. طبعا الاربعة عدد بخيل مش هيديني حاجة، فهتبقى خمسة زي ما هي في خانة المئات يعني 500. تمام، يبقى كده ايه 545 بعد التقريب بقت 500. طيب 251 بعد التقريب، ها هو انا بقرب لاقرب 100 يعني هبص لخانة العشرات، العشرات فيها خمسة، الخمسة ده يا ميس عدد كريم هيديني واحد، بدل الاتنين لما اخدت واحد بقت تلاتة، تلاتة في خانة المئات يعني كام؟ يعني 300. بقى عندي كام؟ بقى عندي 500 زائد 300 بعد التقريب هيساوي كام؟ 800. كده انا استخدمت ايه؟ التقريب. كمان مسألة، بس مسألة طرح رأسية، طبعا ايه هنستخدم برضو التقريب لأقرب 100. اول حاجة بيقول لي نقرأ المسألة بتاعتنا، 886 ناقص 123. طب هو عايزني اطرح كده على طول؟ لا، ده بيقول لي اطرح بعد ايه؟ بعد التقريب. يلا بينا الاول نقرب عدد عدد لأقرب 100. 886 لما هقربه لأقرب 100 هبص للخانة اللي قبل خانة المئات وهي خانة العشرات، فيها كام؟ 8. 8 هتزود لي على 8 واحد، هتبقى كام؟ هتبقى 9، و9 بخانة المئات يعني كام؟ يعني 900. تمام، علامة الناقص هتنزل زي ما هي. يلا نقرب العدد التاني، 123. ها 123 هبص لخانة العشرات، الاثنان، الاثنان ده عدد بخيل مش هيديني حاجة، يبقى انا عندي واحد في خانة المئات هينزل زي ما هو، واحد في خانة المئات قيمته كام العددية او الرقمية؟ قيمته 100، يبقى هينزل 100 زي ما هو. وابدأ اطرح، هطرح مين؟ هطرح الاعداد بعد التقريب. 900 ناقص 100 هيساوي 800، يبقى انا عندي الناتج بعد التقريب هو 800. لحد كده يا سنة تانية المسائل ايه؟ تمام، يلا بينا نكمل.
السؤال اللي بعد كده بيقول لي قرب لأقرب عشرة، بس المرة دي أنا هستعين بخط الأعداد يا سنة تانية. طبعا احنا عارفين خط الأعداد واخدينه السنة أولى قبل كده. ايه هو خط الأعداد؟ ان احنا عارفين ان هو خط ليس له بداية وليس له نهاية. طب تعالوا نبص المسألة اللي قدامنا دي، بيقول لي هو عايز يقرب التلاتة واربعين، ومديني خط الاعداد اللي انا واخده منه جزء من اربعين الى خمسين. طبعا سنه تانيه انتم عارفين كويس قوي ان خط الاعداد هي كل ما اتجهنا جهه اليسار كده بيقل، وكل ما اتجهنا جهه اليمين بيزيد. وطبعا دوت مش كل خط الاعداد، احنا قلنا ان هو ليس له بدايه وليس له ايه نهايه، ده انا واخده جزء ايه منه بس. طب الجزء اللي انا واخده هنا حاطه لك هنا اربعين وحاطه لك هنا خمسين. طيب ما بين الاربعين وبين الخمسين عندي هنا في المنتصف كام؟ العدد 45. احنا عايزين نشوف بقى العدد 43 ده هو قريب للخمسين ولا اقرب للاربعين. ها لو جينا نعد هنا، انا عارفة ان هنا عندي من اربعين، ها وعندي هنا 45 وهنا عندي 50. انت ملاحظ هنا ان 43 هتكون قريبة لمين؟ ها اقرب للاربعين. بص كده، ها التلاتة واربعين، لو هنا قلنا اربعين، واحد واربعين، اتنين واربعين، تلاتة واربعين، يبقى التلاتة واربعين دي قريبة عندي للاربعين ولا قريبة للخمسين؟ لا، فهي اقرب للاربعين. طيب تعال بص المثال اللي عندي التاني، بيقول لي العدد سبعين وجايبالك جزء من خط الاعداد، وعايز اعرف هي السبعين دي واستعين بخط الاعداد هي اقرب للسبعين هنا ولا للتمانين. وطبعا احنا قلنا ان الخط الاعداد ده انا واخده جزء منه من العدد سبعين للعدد ثمانون. طيب ها السبعين اقرب لمين؟ اكيد طبعا كلنا شايفينها ان هي اقرب للايه؟ للسبعين. بص المثال التاني اللي بعده، بيقول لي برضو قرب لأقرب مئة، بس المرة دي برضو عايزني أستعين بخط الأعداد. طيب تعال بص المثال اللي قدامي، بيقول لي 469، 469 هي أقرب على خط الأعداد اللي موجود فيه من الرقم 400 والعدد 400 إلى العدد 500. تعال بص كده معايا، ها في المنتصف عندي هنا العدد كام؟ 450. طيب هو العدد 469 مش هو بعد 450؟ يعني احنا لو عدينا سنة تانية، لو 450 51 52 لحد ما وصلت هنا للعدد عندي كام؟ ها 469. طب العدد ده هيبقى موجود عندي 469، هتبقى موجودة فين؟ ها 401، 402، 403. هعد، هبص الاقي عندي ان العدد عندي 469 هو اقرب للعدد 500 عن العدد ايه 400، والاجابة عندي هيكون العدد 500. بص المثال التاني اللي بعده برضو، بيقول لي العدد 230، العدد 230 هل العدد ده هو اقرب على خط الاعداد للعدد 200 ولا للعدد 300؟ طب تعالى بص كده، لو انا بصيت هنا العدد 230 هي قريبة لكام؟ ها بص كده معايا سنة تانية، ها 200، ها 201، 202، 203. المهم ان انا ما وصلتش حتى كمان لل 250، يبقى العدد وقع عندي على خط الاعداد ال 230 بعد ال 200 على طول. يبقى ال 230 هل هي اقرب لل 200 ام هي اقرب لل 300؟ لا، احنا كلنا ملاحظين ده هي قريبه جدا للعدد ايه؟ 200. طيب بص للسؤال اللي بعده، بيقول لي قرب كل عدد لاقرب خانه تحتها خط. اقرأ السؤال تاني كده معايا سنة تانية كويس جدا، ركز معايا، بيقولي قرب كل عدد لأقرب خانة تحتها خط. أنا هقرب الأعداد اللي قدامي دي، بس هبص على الخط موجود تحت أي رقم من الأرقام اللي موجودة قدامي. العدد اللي قدامي بيقولي إيه؟ 487، 487. هو طالب مني ان انا اقرب العدد كام؟ 4. طب احنا اتفقنا ان انا ببص هنا على الاربعة دي، يبقى معناها ان هو طالب مني ايه سنة تانية؟ ان انا اقرب لاقرب
100. طب هبص على العدد اللي قبل خانه المئات على طول واساله هل انت عدد كريم ولا بخيل. لا، احنا خدنا من شويه ان الاعداد الكريمه ايه هي؟ الخمسه والسته والسبعه والثمانيه يبقى والتسعه. يبقى الثمانيه دي من الاعداد ايه؟ الكريمه، اللي هتضيف واحد على خانه المئات ويكون الرقم عندي كام؟ ها، 500. يبقى كده انا قربت العدد لاقرب 100. طب تعالى بص العدد اللي بعديه، هو حاطط لي هنا المئة 42، حاطط لي هنا التقريب عند خانة العشرات، يبقى معنى كده هو طالب مني التقريب لأقرب 10. ليه اللي خلاني عرفت ان هو التقريب لأقرب 10؟ لان هو هنا حاطط لي الخط فيه ها تحت خانة العشرات على طول. في نفس الوقت برضو حاجي انا بص على العدد اللي قبل خانة العشرات بالظبط واسأله هل انت عدد كريم ولا بخيل، هيقول لي ده انا اتنين من الاعداد البخيلة. طب تعال نراجع مع بعض تاني الاعداد البخيلة ايه هي. ها، الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والاربعة، يبقى دي من الاعداد ايه؟ البخيلة. يبقى هل الاتنين هتدي الاربعة حاجة؟ لا، يبقى هينزل العدد عندي 140 وهنحفظ خانة الاحاد بصفر لان الاتنين مش هتدي الاربعة حاجة، وانا كده بقرب لاقرب 10، يبقى يطلع العدد عندي 140. طب تعالى بص العدد اللي بعده، هي 317. 317 برضو انا ملاحظة من مسألتي هنا ان تقريب الخانة دي اللي هي في خانة المئات. هسأل العدد اللي قبل خانة المئات، هو انت كريم ولا بخيل؟ قال لي لا، ده انا واحد من الاعداد البخيلة اللي ما بضيفش حاجة للعدد اللي بعدي. يبقى الثلاثة هنا هتتقرب لأقرب 100، 3 في خانة المئات هتنزل عندي ايه؟ ب300، وهحفظ طبعا خانة الاحاد وخانة العشرات بالصفر. ووصلنا للسؤال اللي كلكم مستنيينه اللي هو سؤال المتفوقين. يلا حبايبي معايا واحنا مستنيين اجاباتكم. بيقول لي قرب كل عدد لاقرب خانة تحتها خط. سؤال تاني، قرب كل عدد لاقرب خانة تحتها خط. السؤال اللي عندي بيقول ايه؟ ها، 602. هيطالب منك ان انت تقرب لي ها العدد اللي تحته خط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في انتظار اجاباتكم يا سنة تانية، تبعتوها على صندوق المتفوقين، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير.